دم 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 اليوم راح نحكو على اعظم مخترع عربي في امريكا وشكون فينا اللي ما يعرفوش بالقاسم حبه بالقاسم حبه عالم وباحث جزائري من مواليد المغير بولايه واتسوف الجزائريه سنه 1957 درس الثانوية في تبقر حصل على الشهادة الجامعية في الفيزياء من جامعة هواري بومدين في الجزائر العاصمة وعمل في صفوف عدة شركات تكنولوجية رقمية وبالتحديد في شركة اي بي ام التي وظفته في مركز بحوثها وجوجل وغيرها من الشركات الكبرى يسجل بالقاسم حبا حضوره في قائمة الباحثين المئة الأكثر اختراعا حيث يملك في رصيده 1100 براءة اختراع في مجال الحوسبة والانترنت في أمريكا واليابان ودول أخرى ساهمت اختراعات الباحث في تطوير وظائف الرقائق الإلكترونية الموجهة لصناعة الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من الأجهزة بزاف نزيدكم حاجة الأستاذ بالقاسم عنده فضل على الهاتف اللي راو في يدك اللي راك على دوكا وعلى البلاي ستيشن اللي كامل لعبنا بها وهذا نظرا لقدرته الكبيرة في العمل على الذاكرة يعمل بالقاسم حبة منذ سنوات على إطلاق جمعية تضم العقول الجزائرية المهاجرة تهدف هذه الجمعية إلى جمع كل المخترعين الجزائريين في مختلف المجالات يقول بالقسم حبا نجحنا لحد الان في جمع اكثر من 600 مخترع لديهم اكثر من 3000 براءه اختراع وبالموازاه مع هذا المسعى اطلق الباحث موقعا الكترونيا مع بزاف جزائريين يعتقد انه الاكبر من حيث عدد المخترعين الذين يضمهم مقارنه بما هو موجود في البلدان العربيه واش رايكم في حلقه اليوم وهل توقعتوا انه يكون هذا الكم الكبير من علماء الجزائريين اليوم موجودين في الخارج وعلاش الدوله تاعنا مايش تستفاد منهم السلام عليكم <applause>